هذا الخبر العاجل، حيث وقع انفجار قرب مطار القاهرة شرقي العاصمة المصرية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار وقع فيما يبدو في خزان وقود قرب المطار. وأشارت المصادر إلى تعليق الرحلات بمطار القاهرة مؤقتا لحين التحقيق في هذا الانفجار. وحول تفاصيل أخرى ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف محمد الحمراوي مراسل الغد. هل من تفاصيل جديدة أو معلومات لديك عن هذا الحادث محمد؟ نعم شهام، وفقا للمعلومات الأولية لم يتم حتى الآن الكشف عن السبب الرئيسي لهذا الانفجار، لكن وفقا لمعلوماتنا تؤكد أن هذا الانفجار جاء خارج إطار وحدود مطار القاهرة الدولي بعكس الأخبار التي تم تناولها، وأن هذا الانفجار جاء في يعني خطين أو خزانين للمواد البترولية تابعين لشركة تقع إلى جوار مطار القاهرة الدولي لكن ليست بداخل المطار، وهذه الخزانات تتبع لإحدى شركات البترول الموجودة على مطار على طريق مطار القاهرة، لكن تسببت يعني ألسنة اللهب التي خرجت نتيجة أن الانفجار جاء في يعني خزانات خاصة بالبترول، تسببت يعني في حالة من الهلع، وتسبب هذا الأمر في قيام مطار القاهرة الدولي بوقف حالات أو وقف بعض الرحلات الطيران لحين يعني التثبت من الأمر ولحين تأكد من سبب هذا الانفجار، لكن لم يحدث شيء داخل مطار القاهرة وإنما خارج المطار، ومع حدوث الانفجار في خزانة بترولية تابعة لإحدى الشركات تصاعدت ألسنة اللهب، وهو ما أدى أو ما تسبب ودفع مطار القاهرة وسلطات مطار القاهرة إلى تعليق بعض الرحلات تأمينا للركاب وتأمينا لمطار القاهرة لحين الرجوع وتوضيح هذه أسباب هذا الانفجار. ليست هناك حتى الآن أنباء تشير عن وقوع ضحايا لهذا الانفجار، وأنه هذه المنطقة ليست ساكنة وأيضا ليس بها سكان أو أحدا من العمال في هذه المنطقة، وبالتالي هذه الانفجارات جاءت في منطقة هذه الخزانات، وبالتالي تسبب صوت الانفجار في إحداث صوت عالي في هذه المنطقة، إضافة إلى تصاعد ألسنة اللهب في هذه المنطقة نتيجة يعني نعم محمد خزانات البترول الموجودة في هذا المكان، لكن حتى هذه اللحظة لم تخرج بيانات رسمية بشأن في انتظار أي بيانات جديدة تخرج عن السلطات الأمنية في مصر. شكرا جزيلا لكم.